ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة الذي تقيمه جامعة المستقبل، تضمن موضوع التعليم الأخضر، والذي يعني تطبيق أهداف الاستدامة في مجال التعليم العالي كالتحول الرقمي واستخدام المواد الصديقة للبيئة وتمكين الذكاء الصناعي وزيادة المساحات الخضراء لتهيئة بيئة دراسية مثالية. الهدف منه هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 بشكل تطبيقي قابل للاستخدام وقابل للاستفادة منه في جميع القطاعات، قطاعات الصحة، قطاعات التعليم، قطاعات التربية، قطاعات الزراعة، قطاعات المياه، قطاعات البيئة. جامعة المستقبل هي جامعة أكاديمية، دور أكاديمي ليس الدور الوحيد الذي تلعبه، وإنما تحاول استفادة منه قدر الإمكان في فائدة المجتمع. وهذا المؤتمر هو منصة لمناقشة الأفكار اللي تخص التحديات المناخية والتغيرات المناخية اللي يواجهها العراق، من خلال دعوة جميع الباحثين العراقيين لتقديم أوراقهم البحثية، وشارك أكثر من 154 باحث، منهم من العراق و17 باحث من دول من خارج القطر. أيضا المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر من خارج العراق، اللي هم من دولة ماليزيا وفنلندا وسلطنة عمان وأيضا من الصين. الابتكارات وبراءات الاختراع التي عرضها الطلبة والتي جاءت نتيجة البحوث الإبداعية بيّنت المستويات العلمية لطلبة المستقبل والجامعات المشتركة بأسبوع الاستدامة. فأول شيء بدأت به أنه أحل محاور الحركة حتى أحل مشكلة الاكتظاظ، مشكلة الازدحام. فالفكرة الأولية بدأت أنه أفصل محور المشاة عن محور السيارات، فالمشروع مالتي صار تقريباً خالي من السيارات، وبي جسور مشاة تربط بين الأبنية. هاي الجسور ممكن تعتبر كاستدامة اجتماعية، تحفز العلاقة الاجتماعية بين السكان، وممكن يستغلوها كأماكن ترفيهية، كمقاهي، كافيهات، ممكن كأماكن قراءة، كأماكن لإلقاء الشعر. عبارة عن PLC، جهاز متحكم منطقي مبرمج قابل للبرمجة. يعني بالمصانع يستخدموه، هواي مصانع تستخدم جهاز PLC يتحكم بالآلات الصناعية، وجهاز يعني يغنينا عن استخدام التحكم التقليدي كلاسيك كنترول. 17 هدفا للاستدامة تسعى للحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل تحديات التغيرات المناخية وغيرها من الجوانب التي أخذت جامعة المستقبل خطوات مبكرة فيها. من محافظة باب العلف ليفل، الرشيد. إذا مشاهدينا الكرام، أكيد